وهي ان خلاص امبارح انتقدت اللعيبه والجهاز الفني ونقد المحب، يعني انا بحب اللعيبه وبحب فريرا ومتفائل بيهم الفتره اللي جايه بشكل كبير جدا يعني، ولكن امبارح والنهارده انتقدنا اللعيبه وفضفضنا وطلعنا كل الكلام اللي جوانا، اكيد خلاص خلاص من اليوم نقد لعيبة نادي الزمالك والبروفيسير توقف تماما. انتقاد لعيبة نادي الزمالك والبروفيسير توقف تماما. مش عاوزين ندي السوقة والعوام والسذج الفرصة. كل جمهور نادي الزمالك والكلام لاخواتي في السوشيال ميديا الزمالك اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك، انتهاء النقد بتاع اللعيبة وفريرا. الحاجة الثالثة، بعد الاحتفالات الصاخبة وبعد الاحتفالات والفرحة الهستيرية للأهلي وجمهور الأهلي امبارح، وأكيد عندهم حق إنهم يفرحوا بالدرجة دي، وأنتم طبعا خلاص عرفتم ليه سر الاحتفالات دي والفرحة والاحتفالات، وأعتقد ممكن يذبحوا عجل ولا حاجة. بعد الاحتفالات دي ما شفتها امبارح افتكرت الكابتن حسين لبيب. انا من الناس اللي مختلف تماما تماما مع كل اللجان اللي جت، ومش مقتنع غير بإدارة المستشار مرتضى منصور. هتقولي بطبل؟ اهو اديك سمعت اهو بطبل. يمكن انا مختلف مع حسين لبيب والناس دي كلها، ولكن مش هنسى حسين لبيب لما قال ثلاث كلمات اللي فاكرهم يكتبهم. هو قال ثلاث كلمات بصراحة للتاريخ. ما تعملوا لايك يا جدعان على اليوتيوب، ولا لازم اقوم اتخانق معاكم؟ زعلوني منكم ليه؟ طب اللي بيكره الاهلي يعمل لايك على اليوتيوب، هتبص هتلاقي 5000 لايك. فالكابتن حسين لبيب ربنا يعني يمسيه بالخير، ما كنتش متفق معاه خالص في الإدارة، وإدارته كانت منيلة بستين نيلة وودتنا في ستين داهية، ولكن هطلع من الوقت اللي قعده الكابتن حسين لبيب ده بثلاث كلمات. إيه هما الثلاث كلمات دول؟ الثلاث كلمات دول السذج والسوقة والعوام، صح؟ ولا أنا قايلهم غلط؟ اكتبوا لي اللي فاكر يكتبهم في التعليقات. اللي فاكر السذج والعوام والسوكة ولا المرتزقة، حاجة كده يعني. المهم افتكرت الثلاث كلمات دول، وطول النهار يا مؤمن النهاردة وامبارح طول الليل وانا عمال افتكر الكلام بتاع حسين لبيب، السوكة والبلهاء ومش عارف وايه. اكتبوا لي، انا مش فاكرهم قوي. لا حسين لبيب مش مدحت شلبي، مدحت شلبي قال عليهم بلهاء ومش عارف ايه، هم اتشتموا كتير يعني. ويعني الكابتن ميمي عبد الرازي قال لك ده بيشجعوا بظهرهم، يعني هم انتوا عارفين يعني هما اتمسخر بكرامتهم الارض في كل حته يعني. مش عارف ليه الناس بتخاف من الاهلي يقعدوا يعملوا كده ما عدا انا، سبحان الله. المهم فده كان الكابتن حسين لبيب بصراحه، يعني الثلاث كلمات دول عجبوني يعني بشكل كبير جدا 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 يعني. فخلاص الماتش خلص، ودرس قوي جدا لنادي الزمالك، ودرس جه في ميعاده، ودرس جه في ميعاده. انا اديتهم الفوز، انا كسبتهم الماتش، انا اللي خليتهم يفرحوا الفرحة الهستيرية دي. يا راجل يا راجل، ده انا لسه في الفيديو بتاع الصبح الاستاذ خالد مرتجي ابن سيادة الفريق مرتجي وامين صندوق النادي الاهلي، الراجل من فرحته مسك الكاس ونايم بيه كده، عامله كده مش مصدق، استاذ خالد مش مصدق. انا سعيد جدا بالحالة دي والله سعيد. سيبك من الماتش، دي بطولة شرفية، الزمالك هو السوبر مصر غصب عن العوام والبلهاء والسوقة، صححولي يعني الزمالك هو اقسم بالله الزمالك سوبر مصر، انا بقسم بالله. هتضيع لي تعب موسم عشان زكريا الورد يدى الكرة لسافيو؟ تقوم سيادتك مضيع لي تعب موسم؟ ده انت تبقى كسكسي، ده انت تبقى كسكسي. انا بحب استفز الاهلاوية اللي معايا يعني، بيقعدوا يعملوا كده. فالاستاذ خالد مرتجي سعيد جدا. النهارده بقى الاهلي، اسمع بقى دي، اسمع 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 دي، الاهلي النهارده الكلام ده ما حدش اتكلم فيه كتير. الاهلي النهارده
وهو داخل من الأوتوبيس، الأوتوبيس دخل النادي وهم بقى لسه راجعين من المطار ودخلوا على النادي. استقبال الفاتحين، تحس يا أخي حرارة وعكة، إيه الاستقبال ده؟ والفرق الرياضية في النادي والأعضاء والعمال والموظفين واستقبال وزحمة. أخدوا كاس العالم يا ولد، أخدوا كاس العالم يا ولد، فرحة طاغية، فرحة طاغية، مش مصدقين نفسيهم. ما هو أنت كزملكاوي ممكن تبقى مختلف مع المستشار مرتضى منصور، عادي حقك، بالمناسبة مختلف مع إدارته حقك، أنا متفق مع إدارته حقي، ولكن ما تنساش إن في عصر مرتضى منصور خالد مرتجي ماسك كاس السوبر الشرفي واخده في حضنه ونايم كده وبيقول لهم ما تصحونيش، خليني جنبك، خليني وفي حضن قلبك ومش عارف ايه. السيدة ام كلثوم كانت بتقول ايه؟ ففرحان سيبوه ما تصحوهوش، لان الاستاذ خالد مرتجي في عصر مرتضى منصور، وعصر مرتضى منصور هذا هو حال النادي الاهلي، بيفرح ببطولة شرفية خلصت، ومش بطولة شرفية بس، ده انا اللي مديها لك، ده انا زكريا الوردي الراجل صعب عليه ادارة الاهلي كانت هتشيل شيلة بنت لذينة. زكريا الوردي صعب اشفق على ادارة الاهلي، قال لك ده هيروحوا يا عيني ورا الجحيم، الجحيم. فزكريا الوردي قال لك لا انا عاوز منافسة ما بين الزمالك والاهلي، خد الكرة اهي، خد الكرة اهي، وراح مديها الواد سافيو والكلام ده. بس انا عجبني بقى، يعني لو هتاخد ايجابيات من الهزيمة، طبعا الايجابيات ان فريرة هيعيد، وانا جاي لكم دلوقتي في الاسرار، فريرة هيعيد تقييم اكتر من لاعب، وفريرة هيعيد تقييم اكتر من، يعني هيعيد تقييم الطريقة الحالية، دي ميزة. اه طب خد الميزة التانية من الهزيمة بتاعت نادي الزمالك، ان لعيبة نادي الزمالك رشت عليهم جردة المية ساعة، عارف كده لما تبقى قايم من النوم ولسه عمال تعمل كده وعاوز تفوق، فتقوم تدخل تحت الدش تاخد مية ساعة، تاخد لك شاور كده بمية ساعة، اهو لعيبة الزمالك اخدوا شاور، اخدوا دش، رشوا عليهم مية ساعة بالجردل، قول زي ما انت عاوز تقول، عشان يفوق، لان احنا يعني احنا بشر، فانت ممكن تيجي في بعض الاوقات تحس بنفسك قوي، تحس بنفسك قوي. يعني انا لما بيقولوا لي يا استاذ محمد انت اكتر واحد حرق الاهلاويه على السوشيال ميديا، بتنك بيني وبينك وبحس بنفسي قوي كده، فهم ممكن يكونوا عملوا زيي، حاسين بنفسهم قوي، احنا خدنا دوري وخدنا كاس، فده دش قبل الدوري وقبل افريقيا، وانتم عارفين الدوري وافريقيا بالنسبه لنا هيبقوا ايه. الحاجة بقى التالتة اللي أنا مبسوط بيها جدا والله على ما أقوله شهيد، إنهم خدوا ألم في نفسيهم. مارسيل كولر مدرب عالمي يا غالي، هضرب لك اللايك بس هضربه لك في حتة تانية، لعيبة النادي الأهلي ومش عارف ايه ابطال وكولر والخطه والبتنجان والفاصوليا، انت كويس، انت كويس، استمر استمر، وعاوزك تتوغل وتنتشر، استمر استمر استمر، انت مية مية. بص يا عم زكريا الوردي ما ادكش الكوره، انت عملت هجمه منظمه وجبت جون من احلى الاجوان اللي جت، انت مية مية، الزمالك ما كسبكش، وفتوح ما تصابش، والونش وداي ودونجا وسامسون كانوا بيلعبوا، وانت مية مية، عاوزك تاخد ألم في نفسك ان انت حلو، انت بطل يلا، بس ما تزعلش لما يتمسح بيك وبكرامتك الارض اليومين الجايين ان شاء الله، لان انت حجمك ظهر قدام اسوان في الماتش اللي قبل السوبر، ده كان حجمك الطبيعي وده كان وضعك الطبيعي حلو. معلش انا كلامي تقيل وبتشتم في التعليقات، بس عاوز اللي يشتم يشتم شتيمة حلوة من الشمخ الجواني، فانت ده تمامك، اقعد بقى انت ايه بطل، برافو برافو، وديب الله يرحمه،
انا عاوز كده، انا عاوز كده.